إذا أنت بالعطلة ما تشتغل، وبالليل ما تشتغل، بالحر ما تشتغل، بالبريد ما تشتغل، بمكان بعيد ما تشتغل، راح تظل عمرك كله تباوع على العالم وعينك على هذا وذاك، وتنتقد بهذا وهذا عنده مين جاب وهذا ما عنده، يعني تنكتل ضيم وقهر. قيمة الإنسان بعمله. ايش قلت نطلع؟ مساء الخير، مساء السعادة، مساء الهنا. شلونك بنات؟ شو اخبارك؟ رجعت لكم فيديو جديد، واتمنى هذا الفيديو يعجبكم. طبعا لازم نصير نشيطين باليوتيوب. حبيت اليوم اصور هذا الفيديو انزله لكم تازه. فكتبوا لي شنو كان غداكم، على مود يعني ناخذ افكار يعني من بعض. رغم المآسي بنات، ورغم الحرورة، ورغم يعني هاي ناكل سمك، وينهم عشاق السمك؟ طبعا احنا بنات ما يمر اسبوع اذا ما ناكل بيه سمك، خاصة سمك كبار يعني شانك زوري هسه مثل هسه هذا. هاي اخر وجبة اللي سويتها وياكم، كيست 3 كياسة، سويت وجبة وياها شانق، والوجبة الثانية هم طلعت وياها شانق كبار سويت مرق، وهاي آخر وجبة بقت عدي. قلت لا والله ما خلي وياها شانق، لأن بناتي موتن على هذا السمك اللي إحنا نسميه بنات زوري. فقعدت الصبح اليوم، مو الصبح الصبح، وإنما قعدت تقريبا الساعة 10، قعدت على ما نظفتهن بنات تاخذ من وقتي يمكن ساعة كاملة، لأن قلت لكن ناعم، كلش ناعم ومتعب بالتنظيف، يعني مو مثل الكبار. فهو حالاتها يعني السمك من يكون صغير يعني طعمه يكون كلش طيب، وبنات غني باليود وغني يعني بالفيتامينات، هذا كلش هواي اكثر من السمك الكبار، يعني حسب كلام الاطباء اللي يقولون عليه. فاحنا بنات من عشاق هذا الزوري. قلوا لي انتم بالاسبوع تاكلون كم مره سمك؟ لو ما تاكلون بالحر سمك؟ لا والله احنا نحبه سمك ورقي وطرشي وخبز حار. راح اسوي اليوم وياكم، اليوم بنات الفيديو يعني مات اليوم، وان شاء الله ينزل لكم يعني الساعة 9 بالليل. فحبيت اكون نشيطة باليوتيوب، انزل لكم ان شاء الله يومية فيديو، يومية اصور فيديو وانزل لكم فيديو سريع بسيط خفيف، على مود يعني نتفاعل وياكم وانتم تتفاعلون ويانا. أنا بنات هذا البرنامج اللي أنا أموت عليه وبناتي موت عليه. أول شيء يعني من قد ما يرددون بالآيات القرآنية ويعلمون الأطفال، أو مو يعلمون بس الأطفال، يعلمون الكبار التجويد. فبنات إحنا ظلينا نحفظ الآية على ظهر الغيب، يعني هم يقرون من قد ما يقرون وإحنا نشتغل، أو إحنا يعني قاعدين أبو ملاكي طلع من الصبح لليل إنا، فيظل حتى هسه هو ما موجود أصلاً، والله ما موجود. احنا نطلعه نحب الاصوات مالتهم، نحب يعني الايات القرانيه اللي يرددونها. اغلب بناتي يعني اغلب الايات العفو القرانيه حفظناها، واحنا بالمثل ما نعرف هاي الايه، العفو هاي الصوره ترجع بالمثل الياء ايه من القران، فحفظنا بنات كلش كلش هواي ايات قرانيه. انصح الاطفال الاباء الامهات يطلعون هاي القناه يعني التعليم القرآن، خيعونهم يعني بنات. أنا يعني أحسدهم هذول الشيوخ وأحسد القرائين يعني اللي يقرون القرآن، أحسدهم والله، لأن هم بنات باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، وأصواتهم ما شاء الله يعني تجنن، تاخذك الغير عالم. فهنا بنات من أطلعها أنا بنات يقومون، هاي تكنس البيت، هذيك تمسح، أنا هنا بنات بديت أنظف بالسمك وأسمع لهم يعني أصواتهم تاخذك قلت الغير عالم. هنا بنات خلصنا التنظيف مات السمك، يعني انا قلت اسويها كان شويه شويه يعني اصور كان مو كله على مود ما تملون من الفيديو. خلصنا السمك وغسلته كل زين، وهنا بنات انطفت طبعا الكهرباء، هنا بديت انظف بالسنك على مود ما يبقى بي ريحه الزفر. واليوم ما راح اقلي نهائيا بالمطبخ لان حار الدنيا والكهرباء كل ساعه تنطفي، فما اضطر ارشن عطور وبخور وهاي، لا راح اقلي بنات برا. هنا من خلصت السنك يعني نظفته كل زين، وراح املح السمك وهاي، ابدي بنات اشنق بالعجين او اقص العجين، احنا نسميه نقص العجين. فقلت لكن اليوم الخبز حار او سمك قري هم حار، وسويت تمن احمر وياكم. هنا بنات اكو بنيه كتبت لي هذا التعليق، تريد بنات تتعلم الخياطه على مود تثبت لعيالها هي معدله.
فنصيحتي إليك إذا أنت تردين ثبتين للعالم أنت معدلة ما راح تتعدلين وما راح العالم تقول عليك معدلة. أنت ثبت روحك، ثبت ذاتك إنه أنت سويت إنجازات، أنت بالمثل حققت شيء بحياتك أنت تحبينه. مو المهم العالم تقول عليك معدلة، مو المهم ثبتين إلهم. ترى بنات العالم ما تقول عليك معدلة. والله نصيحة مني إلتشن، لو شما تسوون، لو مو تخيطين، لو تخيطين فستان مات حفلة مات زواج أو فستان مات فرح، والله العظيم ما تقول عليك معدلة. أنت إذا مو أنت حابة هاي الشغلة وأنت تردين ثبتين نفسك وتطورك وتشوفين التطور ماتك خلال فترة، من دخلت بنات دخلت دورات الخياطة أو شفت الإنجازات اللي سويتها وقارنت خياطي قبل بخياطي هسه، فيا تشوفه أكو عالم تشوف خياطي تقول ها هاي من أنا عوجة، هاي من أنا الخصر بعد عوزة تعديل، الفتحة مات الرقبة مو هيجي. فقلت لك بنات دائما ينتقدون، خاصة العالم اللي داير ما دايرك، اللي مرات ضوج من عندك أو ما تحبك أو ما تحب لك الخير وتريد تكسر من يعني من شيء بداخلك، تكسر طموحاتك. انت شايفه من انت تلهي فيني لهذا الشيء ومسويته حلو وعادلته وهاي، فيجون يقولوا لك ها لا الفتحه ما ترقبه معوجه او الخصر يراد له بعد تخصير او ليش هيك سويتي، ليش ما هيك سويتي غير هذاك، فشنو يردون بنات يضوجونك. فقلت لك حتى لو عيالك انت تسوين هذا الشيء حلو تسوينه على اتم صوره ومثل الحاضر، والله العظيم ما يقولون انت معدله. انا مرات يعني اضحك من البنات يردون واحد يحمتهم، لا بالعكس انت شوف روحك، شوفي شنو انت وصلتي بتطورك، بالمثل بديتي بالشيء مثل يعني هسه بديتي بالخياط، بديتي شوي شوي وشوفي قارني خياطك قبل بخياطك هسه، قارني انت الشغله اللي تشتغلينها قارني اللي قبل كنتي تشتغلينه او بمجال الكيك بالمثال باي مجال انت حابه تتطورين به، قارني قبل وقارني بهسه وشوفي شوفي انت متطوره لو لا. وثانيه وبعد ما تتطورين تطورين نفسك، انت تصيرين ناجحه، انت تصيرين قويه، انت تصيرين ما اعرف شلون اوصفه لكم بنات، انت راح تعتزلين عن العالم، انت بالمثل تشوفين بنظره حب تنظرين للاشياء اللي تسوينها، فما عليكم بالعالم. انا ما انتظر واحد يقول علي معدله، لا انا اعرف نفسي انه انا معدله ونادره بالمثل وهاي. وحتى من يجيك واحد يقول لك انت معدله لا يزود ولا ينقص ولا ياخر، والله لان انت واثقه من نفسك وانت تعرفين شنو نفسك. فهنا بنات من بداية السنة لحد الآن شوفوا انتم شنو سويتوا، طبعا هسه احنا راح نخلص شهر السادس، شوفوا شنو سويتوا ها خلال هاي الست اشهر، شنو سويتوا، شنو حققتوا، شنو حلمكم اللي بديتوا به، وين وصلتوا اليه، كتبوا لي بالتعليقات. هنا بنات شنكت العجين او قصيته، اكو عالم تقول قصيت العجين، احنا نسميه قصينا العجين، وهنا خبزناه الف الحمد لله والشكر لك يا رب. تقريبا الساعة بالوحدة الظهر، فخلصت الخبز وخليت بنتي بدت يعني تقلي، قلت لها ماما بعد تعبت نظفت وسويت، نظفت السمك وسويت التمن احمر وعاجنه وخبزت يم التنور ومتت بنات من الحر. فوحده من البنات قالت ملاك خلال هاي الشهرين حاولي لا تخبزين، ما ياكلن بنات الخبز هذا الجاهز اللي من المعمل نشتري ابد بنات ما ياكلنه، ما يستثمرن بي نهائيا. فذيك الفترة من كنت حامل وأبوهم كان يشترين الخبز هذا من المعمل، فوالله العظيم ما ظلن ياكلن امتانياتني ليه بتأطيبن وأنا أقومن أخبز. فهنا بنات مثل ما تشوفون اجت بنتي تقلي، يعني قلت ماما ساعدين شوية، خطي هي تو قعدت من النوم قعدة متأخرات، فصار هو غدا يعني هو ريك هو غدا قبل. خلصنا التقلاء وراح ننظف وياكم المطبخ، واحلى احلى شي بنات من تقلين برا البيت ريحه بنات ما تبقى بالبيت، وحتى من تعلقين بخور بسرعه تروح الريحه ما تسلك.
بيك ساعتها. وهنا أنا بنات عدي هاي الوجبة قلت لكن مات الماعين كلش قليلة يعني بس الماعين الغداء، حطينا طرشي، حطينا قلت لكن السمر، صبيت الهنتم الروبة، هاي الأشياء اللي سويناها، فقلت خلفت مرة أغسل المواعين أنا ما خلي بنتي تغسلين على مود أكمل لكن الروتين مات هذا يوم الجمعة. جمعة مباركة حبايب قلبي، نسيت أقول لكم. فهنا أنا بنات مثل ما تشوفون بديت أشطف بين كلش قليلات المواعين، فإن شاء الله يعني راح أغسل وياكم هم المطبخ، أكمل الروتين هذا لكم. اللي وصلت لهنا بنات تكتب لي من أي بلد أو من أي محافظة عراقية انضمت القناة على مود أنا والبنات نرحب بيها بالتعليقات. كل الهلا ويا مرحبا بكل مشتركاتنا الجدد، وشكرا لانضمامكم للقناة، وشكرا لتفاعلكم، شكرا لكل بنية كتبت لي تعليق حلو جبرت بخاطري. فهنا مثل ما تشوفون يا ضيم الصينية، الصينية بنات كل 4 أيام أو 5 أحطنها بالطارمة وأغسل القفة مالتها أو الخلف مالتها، لأن هنا ما أقدر راح تدمر الأرضية مالتنا كلها ماي. وقلت لك شن من خلصت هسه الصينيه هاي الوجه مالتها غسلته، رجعت غسلت القفه مالتها لان راح اغسل شنو، راح اغسل المطبخ. فقلت عادي حتى لو تدمر ماي. هنا عد المعجانه همي انا ما غسلتها يعني من خلصت الخبز، لا قبل من خلصنا الخبز بنات قلينا وتغدينا. فهنا بقت الصينيه بقت المعجانه العفو غسلتها ويا المواعين، وهاي اول مره احنا نسويها، لان احنا قبل كنت بس اقص العجين قبل بنات اروح اغسل المعجانه، تعلمت هذا الطبع يعني من عيالي، ما ابقيها بالسنق نهائيا. فكلش حلو هذا الطبع. هنا بنات حطيت زاهي وراح احط وياكم تايت وارفرك الارضيه كل زين، لان صاير لنا تقريبا 3 أيام لا ماسحه ولا غاسله، والجو ترابه والحفر قدام البيت وبنات يطبن ويطلعن يعني. فقلت لك البيت تحسين الارضيه كلش كلش وسخه يعني بس نكنسها. هنا بنات مشيت على الأرضية كلها مات المطبخ، ولو هو مطبخنا صغير يعني مو كلش كبير بنات، كلش صغير يعني ماكو 10 دقائق تتخلصين الأرضية. هي غسلتها بنات مشيت علي بهاي المكناسة اللي عندي، انتهى مفعولها بعد ما أكنس بيها الهول، ظليت أغسل بيها لأن كلش بنات مكلت حتى يعني انفتحت بالنص. فقلت إن شاء الله إذا راح أبو ملاك للسوق أو أنا رحت للسوق أو يعني أروح تجارتي يعني أشتري من عندها مكانس، إذاعتها مكانس زينة، أحب هاي المكانس يعني القديمة، تحسين يعني من تنظفين بيها بنات تتنظف الأرضية. فما أحب المكناسة الكهربائية، المكناسة الكهربائية للشتا مو للصيف، يعني هاي هسه السيراميك أو الكاشي ما يتنظف أحسه بالمكناسة الكهربائية. هنا مثل ما تشوفون هاي المرمرة شلناها من الكاونتر حطيتها بناتي هنا، وكلش خايفة من مشموشة، خاف يعني توقعها عليها. فهسه من راح أخلص من تنظيف المطبخ أكيد راح أشيلنها وأحطنها بالاستقبال. هنا يعني ذبيت ما شطفت كله بنات، الجو الكاونتر، الجو السينك اللي جو الطباخ كله بنات نظفته، وذبيت من جوا ما على مود يطلع شكو شي يعني طاير من الهواء، شكو شي واقع من البنات مني يشتغلن، وهاي يعني نظفه بالماء يطلع. هنا بنات عدي هاي الجهة مالت الطباخ أنا مو دائما أغسلها، فحبيت اليوم أسويها وياكم. حطيت لها مزيل دهون وبالسيمة مشيت عليها، قلت لكم بنات أنا أي شيء طول إيدي وأشوف أنه يعني هيك شيء عايفاته بناتي وما منظفاته أقعد بنات أنا أنظفنه. بالمثل عندي هاي العارضة اللي بصف السنك أبد بناتي ما يمسحنها، فأنا دائما أمسحها.
عدشان هاي الطبخ يعني الكاكات ما تطبخ تطفو وتشعل أبد بناتي ما يمسحنها الجامع يعني أكو أشياء هن يتغ يعني يعوفنها دائما بعد أطفال ما يمسحنها فأنا دائما أي شيء أشوفنه وسخ وأشوفنهن هن ما ينظفنه من أجي أنظف بنات أنظفه كل زين واللي أشوفنهن هن يهتمن بي يعني ويغسلن ويمسحن لا هذا أعوفن عليهن فهنا مثل ما تشوفون جلفته كل زين وشطفته بالماي وصلنا نهاية الفيديو أتمنى فيديو اليوم عجبكم وأتمنى كنت خفيفة ظل عليا كان في أمان الله وحفظه يا أحلى متابعات باي باي.